التحليلية من الميادين، تطور أمني في مزارع شبع اللبنانية المحتلة، قصف واستمرار واستنفار أمني من الجانب الإسرائيلي وتناقض كبير في وسائل إعلامه، انطلاق قطار مشاورات تأليف الحكومة التونسية ومواقف حذرة للأحزاب. ما هي أجواء المشاورات؟ وهل هناك من يريد الإساءة إلى قيس سعيد؟ وفي قضية اليوم، ترامب يقحم الولايات المتحدة في حروب ألقاب ثلاثة. ألقاب مهينة مع الداخل، فوقية مع الخارج، وساخنة مع الصين. هل هي أزمة أخلاقية فقط أم أيضا استراتيجية؟ هدوء على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، الأمور عادت إلى طبيعتها بعد قصف إسرائيلي استهدف مناطق عديدة في مزارع شبعة وتلال كفر شوبة. وسائل إعلام إسرائيلية استنفرت على الحدود وأظهرت المشهد وكأن هناك حربا تندلع. قالت إن هناك قصفا متبادلا، قالت إن هناك استهدافا لعربة إسرائيلية، قالت إن دبابة ميركافا استهدفت، تحدثت عن استنفار على المستوى السياسي، روايات إسرائيلية كثيرة وكثيرة خلال ساعة واحدة. والواضح أن كل ذلك مفتعل، وعلى نحو أوضح هم اختلقوا الحدث الأمني وهم أنهوه وحدهم، فكيف يفهم ما جرى؟ ناصر اللحام محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية، واضح أنه حتى العدو نفسه كيان الاحتلال لا يعرف ماذا يجري. ربما أبدأ معك من التحليلات الأخيرة لمعلق الشؤون العسكرية والأمنية في صحيفة هآرتس. ليس هكذا يتصرف الجيش القوي في الشرق الأوسط، وأيضا تصرفات الجيش الإسرائيلي مقلقة بشكل كبير. من هذه المواقف أنطلق معك للحديث، ما الجديد؟ ربما علا غدا صباحا يكون الكتاب قد أبدوا رأيهم فيما حدث، لكن لغاية الآن الرواية العسكرية هي السائدة في المواقع. الساعة الثالثة قال جيش الاحتلال أن استنفارا كبيرا جدا وقع هناك، لأنه شاهد خلية من مقاتلي حزب الله. الثالثة والرابع بدأ القصف بالقذائف على المناطق اللبنانية. حوالي الساعة الرابعة قطع نتنياهو جلسته وأعلن للجمهور الإسرائيلي لأنه ما حدث ليس بسيطا. بالتزامن في نفس الدقائق قيل إن صاروخ كورنيت أصاب مركبة عسكرية إسرائيلية، لم نعرف إذا مأهولة أو غير مأهولة. بعد ذلك قالوا إن خلية دخلت إلى الأراضي الفلسطينية ونجحت في اجتياز الحدود، وأنه تم تصفيتها. تم التراجع لاحقا حوالي الرابعة والنصف لأنه هربت بعد تصفيتها إلى لبنان، وكان هذا مسار سخرية وبداية تناقض كبير جدا في الرواية. نتنياهو دعا الكابينيت إلى اجتماع في قرية وزارة الدفاع كرايا في الخندق جانتس، اجتمع مع القادة العسكريين وقادة الاستخبارات العسكرية وقسم العمليات في مكتبه. تم إغلاق مطار روش بينا، تم إعلان كريات شمونة منطقة حظر تجول، ممنوع خروج المستوطنين من بيوتهم على طول الشريط الحدودي فلسطين لبنان. ثم بدأت الرواية تتفكك لوحدها، إذ الخامسة إلا ربع بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية متعطشة جدا لما ستقول وسائل الإعلام اللبنانية. صمت حزب الله قتلهم، قتل الإسرائيليين. ثم أخذوا جميع وسائل الإعلام عن قناة الميادين أنه لا يوجد إصابات أساسا عند مقاتلي حزب الله. هذا زاد من تفكك الرواية الإسرائيلية. لا يزال نتنياهو يجمع الكابينيت. تم تسريب خبر علا بأنه الآن الكرة في ملعب حزب الله، وأيضا قال الناطق لسان جيش الاحتلال الأيام القادمة متوترة ومعقدة. سأعود للحديث، نعم. من خدع من؟ من خدع من؟ ربما أنتقل بهذا السؤال إلى عبد الله شمس الدين. يعني هذا الاختلاق، هل كان يعلم أنه الاحتلال هو يختلق، أم هو يعني كما نقول أكل كف بمكان وضاع فيه؟ ما الذي حصل؟ يعني كيف يمكن أن يفتعل كل هذا؟
يعني علا، واضح أننا أمام رواية إسرائيلية مرتبكة لحدث أمني مفتعل أو لعله وهمي. من تابع النقل المباشر لقناة الميادين على مدى أكثر من ساعتين سوف ينتبه إلى أن كل المعلومات التي صدرت على شاشتنا كان مصدرها إما الإعلام الإسرائيلي، إما مسؤولين إسرائيليين، وإما مواقع عسكرية أو إعلامية إسرائيلية. والكم الهائل من هذه المعلومات والتناقض في هذه المعلومات والإرباك الواضح في التصريحات للقادة الإسرائيليين وأصلا في المعلومات التي تحدثت فيها هذه الوسائل كان واضحا بأن هناك أمرا ما غريبا حصل. لم يصدر أي معلومة عن الجانب اللبناني، كان الإسرائيليون ينتظرون أي معلومة من جانب حزب الله أو من أي جانب لبناني، لم يصدر أي معلومة عن هذا الجانب، وبالتالي هذا جعل الإسرائيلي يعيش إرباكا في أخباره وفي معلوماته. ما ذكره الزميل ناصر اللحام الآن من معلومات بهذا التواتر، يعني كما تحدث نفس المسؤول الإسرائيلي الذي خرج ليتحدث عن أيام طويلة وصعبة سوف تنتظرنا، عاد ليتحدث بعد قليل وليدعو المواطنين إلى الخروج من منازلهم وبأن الحدث انتهى. وسيلة إعلامية تتحدث عن إصابة آلية إسرائيلية بكورنيت ثم لاحقا تعود وتتحدث عن أن شيئا لم يحصل، يتحدثون عن مقتل عدد من المقاومين اللبنانيين ثم ينفون هذا الأمر بغطاء من وسائل الإعلام. يعني بحسب الإرباك كان واضحا وكان مخزيا إذا صح التعبير. صحيح. كل هذا الإرباك الإسرائيلي يجعلنا نتساءل، هل كان هناك عملية للمقاومة في لبنان؟ هل كان هناك حدثا أمنيا؟ أم أن الإرباك الأمني والوضع ربما النفسي للجنود الإسرائيليين جعلهم يتوهمون بأن هناك عملية تسلل وبالتالي دخلوا في معركة وهمية، ربما أقول في معركة مع أشباح على مدى ساعتين، وبالتالي عندما اكتشفوا أن هناك لا شيء عادوا وأعلنوا بأن الأمر عاد إلى طبيعته. عودوا أقول أن هذا الأمر يتعلق بالعامل النفسي الذي جعلهم يعيشونه. كما تعلمين حزب الله منذ أن استشهد، منذ أن أعلن عن استشهاد المقاوم في الاعتداء الإسرائيلي على سوريا لم يصدر عنه أي بيان أو أي كلمة، وجعل الإسرائيلي يعيش في حالة نفسية ينتظر ما الذي سيصدر عن حزب الله. سأعود إليك ربما فقط هذه المعلومة. وزاد هذا الإرباك ما قاله نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على شاشة الميادين حيث لم يعطي الإسرائيلي أي معلومة إضافية. وهذه السياسة على كل حال سياسة الصمت استمرت حتى مع ما جرى الآن، سأعود للحديث معك فيها عبد الله. يعني كنا نتحدث خلاصة الموضوع المضحك في أيضا الكلام بالتحليلات أنه الآن العدو كيان الاحتلال ينتظر بيان حزب الله ليعرف هو نفسه ما الذي جرى. معلق الشؤون العسكرية والأمنية في صحيفة هآرتس: حزب الله انتصر بالضغط على الوعي، وهذا يعني يفسر كل شيء. ناصر، أنتقل إليك بهذا الكلام لمعلق الشؤون العسكرية والأمنية. في الحقيقة استخدم نتنياهو قبل أشهر أسلوب الخديعة حينما أطلق مقاتلو حزب الله صاروخ الكرنيت على مركبة عسكرية إسرائيلية، فأظهر صورا سرب هو افتعل حادثة سينمائية هوليوودية بأنه أشلاء جنود والدماء تسيل منهم، تم نقلهم بسيارة إسعاف وهم يعرفون حزب الله لم يقصف سيارة الإسعاف، وبعد ذلك على البث المباشر بالطائرة تم نقلهم إلى مستشفى زيف. الآن نتخيل مثلا ماذا لو أن حزب الله استخدم نفس الحيلة ووضع دمى بلاستيكية على الحدود وكل هذا الجنون عند إسرائيل وكل هذا القصف يتضح أنه الحيلة الأدهى كانت على إسرائيل وليس من إسرائيل، وكأنه حزب الله يقول للجمهور الإسرائيلي من خدع من؟ نتنياهو خدع حزب الله أم أن نتنياهو خدع الإسرائيليين؟ وفعلا علا فعلا أنه المكروس بخاف من جرة الحبل، وقالوا له لماذا تنفخ على اللبن؟ قال الحليب كواني. أعود إليك عبد الله، طبعا بانتظار بحسب معلومات للميادين بانتظار ما سوف يصدر من حزب الله وتحديدا بيان من حزب الله، هذه السياسة سياسة الصمت المستمرة حتى الآن، يعني تركه يخبط بحاله كما يقال.
نعم علا، هي جزء من المعركة النفسية التي معروف بأن حزب الله خبير بها. كما تعلمين الإسرائيلي يعلم من يواجه، هو واجه حزب الله على مدى سنوات طويلة في جنوب لبنان وفي معارك قاسية، واضطر إلى الانسحاب من جنوب لبنان، ومن ثم خاض معركة قاسية في العام 2006، وبالتالي هو يعرف من يواجه، يعرف من هم المقاتلون الذين في مواجهته. لكن بقطع النظر عما حصل، يعني حزب الله لديه اعتبارات عسكرية وميدانية لها علاقة بقواعد الاشتباك التي وضعها حزب الله ومعادلة الردع التي ما زالت قائمة حتى الآن. حزب الله ليس مردوعا، حزب الله يعمل ضمن تكتيك معين، وكما تعلمين هو يستند إلى بيئة حاضنة مؤمنة بما يقوم به، مؤمنة بهذا الخط الذي يسير به حزب الله، وبالتالي هي مستعدة لمواجهة كل تداعيات أي معركة يمكن أن يدخل بها حزب الله، إن كان على الحدود اللبنانية أو في مزارع شبعة المحتلة. وبالتالي الإسرائيلي الآن ينتظر ما الذي سيصدر عن حزب الله ليعلم ما الذي حصل عند الحدود اللبنانية. وأعتقد بأنه إن صدقت الرواية من أن المعركة كانت وهمية، فإن الجانب الإسرائيلي سيعيش تهكما كبيرا، ليس فقط على مستوى الداخل الإسرائيلي، بل أيضا على مستوى الداخل اللبناني والداخل الإقليمي، لأنه يجعله أو بالأحرى يظهره إلى أي مدى هو مربك، إلى أي مدى هو خائف، إلى أي مدى جنوده باتوا يخشون من أن تتقدم أي مجموعة من حزب الله باتجاههم، وبالتالي هم يعيشون حروبا دونكيشوتية إذا صح التعبير. نحن بانتظار البيان الذي أعتقد بأنه سيوضح ما جرى. أعود إليك ناصر، إذن الإسرائيلي اليوم بات ينتظر حزب الله، وهذا الكلام هو الترجمة الفعلية من الداخل الإسرائيلي إنه الكرة الآن باتت بملعب حزب الله. هي فعلا باتت في ملعب حزب الله، لأنها لم تغادر ملعب حزب الله أساسا. هذه نقطة. نقطة ثانية، في مبدأ الجريمة والعقاب وما اعتادت عليه إسرائيل في الغارات الأخيرة، محاولة نكء الجراح في سوريا المحطمة والاستقواء عليها وقصفها، وكل ما تفعله إسرائيل لأن تدفع فواتير، وبالفعل أنه تدفع فواتير من طهران وحتى غزة. انقلبت الأمور ولم يعد العودة إلى الوراء سهلا. إسرائيل اليوم على كل جرائمها تدفع الثمن. وأريد أن أذكرك بأنه آخر مواجهة بين حركة الجهاد الإسلامي وبين إسرائيل، حركة الجهاد الإسلامي حركة صغيرة ذكية مناضلة، تقريبا منعت التجول على إسرائيل 3 أيام، لولا الوسيط المصري لاستمروا في قصف بات يام وتل أبيب. ناصر، ما الذي بقي بشكل سريع، ما الذي بقي من هذا الجيش الذي يعني اليوم تحديدا هو أشبه بالهر الذي يدور حول نقطة الضوء ويدخل بنفسه بالآخر؟ ما الذي بقي من هذه المؤسسة وهذا الجيش؟ بقي قوة غاشمة، قوة طاغية، قوة ضخمة، لكن برأس صغير أحمق يعتقد بأن كثرة الحروب يمكن أن تصنع له صولجان في المنطقة، ولا يعرف أنها تهينه أكثر وأكثر. إسرائيل بفتح كل هذه المعارك والغارات إنما هي حفارة قبرها. وأنا أقول بأنه أكرر للمرة الثالثة عبر برنامج التحليلية، دائما يذكرون قوة كتيبة الرضوان، هم يعرفون نوعية المقاتلين الموجودين في جنوب لبنان، ويعرف كل جندي إسرائيلي بأنه حين يغادر أمه ويذهب للحرب في لبنان أو في غزة لن تقول له تعود بالسلامة، وإنما تعرف أنه نسبة احتمال عودته ضئيلة جدا. على كل حال كان الجميع ينتظر أن تكون هناك فعلا عملية، والكل كان يريد أن يكون هناك عملية. شكرا طبعا جزيلا لك مراد وعبد الله على كل هذه التحليلات. إلى الملف الثاني، لم تبدي الأحزاب التونسية في مجملها اعتراضا على تكليف هشام المشيشي بتأليف الحكومة، لكنها ربطت دعم هذه الحكومة بما سيقترحه المشيشي من تصورات لشكلها وتركيبتها، حيث نادت أحزاب بحكومة مصغرة غير متحزبة بينما تدعم أخرى حكومة حزبية.
مواقف حذرة من أغلب الأحزاب التونسية بخصوص الموقف من الحكومة الجديدة المنتظر تأليفها. وبرغم أن هذه الأحزاب بما فيها حركة النهضة لم تبدع اعتراضا على شخصية هشام المشيشي، تركت الباب مواربا في انتظار مصير المشاورات والاستماع إلى تصور رئيس الحكومة المكلف بشأن شكل الحكومة وتركيبتها. شكل الحكم أنا شو الرؤية اللي بيش يقدمه وشو البرنامج بيش يقدمه، بعد ما نشوف الأمور هذه يقع التفاعل، يقع التفاعل فيما بعد. أما توم من ناحية المبدئية مش ننتظروش مش يقدموه. معركة تكسير العظام خلال الأيام الأخيرة لحكومة الفخفاخ خرج منها الائتلاف الحكومي السابق بخصومات أكبر ستترك أثارها على المسار الحكومي الجديد، ولسيما في ظل دعوات إلى أن تكون النهضة هذه المرة في المعارضة. نحن مع حكومة سياسية بامتياز ذات برنامج اقتصادي واجتماعي تلتزم فيه بالدور الاجتماعي للدولة، وتتركب خاصة من الأحزاب والكتل التي أمضت على لائحة سحب ثقة من رجل غنوشي زائد قلب تونس. إمكانية تأليف حكومة كفاءات غير متحزبة تبقى مطروحة بقوة على طويلة خيارات المشيشي، وخاصة في ظل التجارب الفاشلة والمستمرة للحكومات الحزبية. لكن ذلك لا ينفي في كل الأحوال ضرورة نيل ثقة أغلبية برلمانية مريحة تضم حزبي النهضة وقلب تونس أو أحدهما على الأقل. محطة مهمة ستؤثر حتما في مشاورات تأليف الحكومة وفي المشهد السياسي التونسي عامة. فالخميس المقبل سيجري التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي. جلسة برلمانية ومهما كانت نتيجتها فلها ما بعدها. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. مراسل الميادين مراد الدلنسي، تم التكليف الآن، الهدف بالتأليف ضمن 30 يوما. بداية رأي الأحزاب، نهضة، قلب تونس وغير، من سيعرقل، من سيسهل الأجواء كلها؟ علا، حقيقة مواقف الأحزاب ما زالت حذرة. كل الأحزاب تقريبا رحبت بهشام المشيشي لقيادة هذه الحكومة، ولكن المواقف من هذه الحكومة وهل ستكون هذه الأحزاب معها، كل هذا مرتبط بشكل الحكومة، تركيبة هذه الحكومة، ومن هي الأطراف التي تشارك فيها. إذن الأحزاب تركت كل الخيارات ممكنة في انتظار أن يعلن المشيشي عن شكل حكومته، تركيبة حكومته، وذلك خلال الأيام المقبلة عندما يبدأ تباعا باستقبال هذه الأحزاب. إذن المشهد الآن السياسي حذر، ولكنه بالتأكيد حذر يسبق المفاجآت، لأن المشهد السياسي في تونس ساخن جدا، والأيام المقبلة ستؤكد ذلك. نقول هذا الكلام لأن الأيام المقبلة هناك إمكانية، وإمكانية كبيرة، لأن تكون حركة النهضة مثلا خارج البرلمان، يعني خارج رئاسة البرلمان وخارج الحكومة أيضا. لذلك الآن الأحزاب تجري مشاورات داخلية وفيما بينها مشاورات مكثفة جدا حول الحكومة وحول مصير راشد الغنوشي. الآن المشيشي أمامه خيارين تقريبا. الخيار الأول هو أن تكون حكومة كفاءات، وهذا الخيار سيكون في صورة ما أراد المشيشي الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والتوافق الشامل حول هذه الحكومة، أن تكون حكومة تكنوقراط لا يوجد فيها أحزاب ولكنها ستكون مدعومة من الأحزاب. هذا الخيار قد يحفظ ماء وجه الأحزاب وربما يزيل الحرج عنها. ولكن هناك معطى آخر ثاني، وهو أن تكون هذه الحكومة مسيسة، وهنا الإشكالية. عدة أحزاب رفضت أن تكون حركة النهضة في هذه الحكومة، ولكن حكومة بدون حركة النهضة وقلب تونس لا يمكن أن تمر تقريبا حسابيا، أو أنها تمر بأغلبية ضعيفة جدا. وفي هذه الحالة ما يحصل الآن في المشهد التونسي أن أغلب الأحزاب تريد فك الارتباط أو التحالف بين حركتي النهضة وحزب قلب تونس. إذا ما تم فك هذا التحالف وجر حزب قلب تونس إلى القوى المدنية الديمقراطية، فإن حركة النهضة قد تكون خارج الحكم. ولكن هذا مرتبط بموقف قلب تونس الذي بقي كما يعني يمكن أن نصفه بأنه بيضة القبان والمتحكم في المشهد السياسي، أو الذي هو الذي يرجح كفة المشهد السياسي التونسي. نعم. عبد الله شمس الدين، التعرض لمقام رئاسة الجمهورية التونسية في هذا التوقيت تحديدا، ما دلالاته؟
نعم على واضح أن هناك يعني هجوم قوي يتعرض له رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد من قبل أحزاب ومن قوى سياسية. توقيته مهم جدا، نحن نعلم أننا أمام تغيير حكومي. رئيس الجمهورية طرح اسم وزير الداخلية ليكون هو من يشكل هذه الحكومة الجديدة. نحن الآن أمام صراع بين من يريد أن تكون تونس، أن يكون لتونس نظاما سياسيا برلمانيا، ومن يريد أن يكون لتونس نظاما برلمانيا رئاسيا، بمعنى أن هناك إصرار من بعض القوى والأحزاب التونسية على أن يكون النظام برلماني، مع أن التوجه الذي كان متوقعا لتونس بعد الثورة التي أقصت النظام السابق هي أن التوجه إلى نظام رئاسي يمثله اليوم الرئيس قيس سعيد. هذا الصراع أعتقد بأنه سوف يحتدم، وسوف نرى مجددا هجوما تتعرض له رئاسة الجمهورية التونسية وشخص الرئيس قيس سعيد. مراد الدلنسي، هل هناك من يريد الإساءة إلى قيس سعيد؟ علا، في الداخل التونسي وفي هذه الأيام والأسابيع الماضية تحديدا، حقيقة الأحزاب الإسلامية وخاصة المقربين من حركة النهضة، تحدث ربما ليس على القيادات الصف الأول في النهضة، ولكن جزء كبير من المقربين أو حتى من منتسبي حركة النهضة وبعض التيارات الإسلامية الأخرى أو اليمينية مثل ائتلاف الكرامة وغيره. لماذا كل هذا الهجوم على قيس سعيد خاصة من الشق الإسلامي في تونس؟ خلال الانتخابات كانت حركة النهضة وحلفائها ربما ينتظرون من قيس سعيد أن يكون طيب عن أن ما يسمى بالخط الثوري، ينتمي إلى الخط الثوري في تونس، وأن يكون حليفا لحركة النهضة في توجهاتها، وأن يكون طيعا لخياراتها. العكس هو الذي حصل بعد الانتخابات، وتغيرت العلاقة وساءت العلاقة بين حركة النهضة وقيس سعيد من عدة مناسبات، السياسة الخارجية، النظرة أو الموقف من الحكومة، غيره من المواقف، كثيرة هي المواقف التي أساءت العلاقة، وخاصة العلاقة بين قيس سعيد وراشد الغنوشي ساءت شيئا فشيئا لهذه الأسباب التي ذكرناها، لذلك كثرت هذه الهجمات. ولكن الأسباب الرئيسية هي أن قيس سعيد مسك النهضة من اليد التي تؤلمها. النهضة هي مرتاحة في النظام البرلماني الحالي، ولا تستطيع أن تتحكم في المشهد السياسي التونسي من دون النظام البرلماني. قيس سعيد من المنادين بقوة بتغيير النظام السياسي في تونس وتحويله شيئا فشيئا إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي. النهضة قدمت أفضل مرشح ربما شعبية لديها ولم يتجاوز المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية، وهي تعرف أنها بواسطة النظام السياسي ستسحب خيوط اللعبة من حركة النهضة، وبالتالي فهي دخلت في حرب مفتوحة مع قيس سعيد لأنه ضد مشروع حركة النهضة في تونس. نعم، شكرا لك مراد الدلنسي. مشاهدينا، فاصل قصير ونتابع بعده قضية اليوم. ترامب يقحم الولايات المتحدة في حروب ألقاب ثلاثة، ألقاب مهينة مع الداخل، فوقية مع الخارج، وساخنة مع الصين. هل هي أزمة أخلاقية فقط أم أيضا استراتيجية؟ هي من دون شك أزمة استراتيجية في الولايات المتحدة تترافق مع انحلال من ظواهرها حروب الألقاب والتدهور في خطاب السياسيين والمتعصبين في إدارة ترامب ومجلس الشيوخ. إذن بعد وصفه نانسي بيلوسي بالمجنونة، لماذا يستخدم دونالد ترامب الألقاب للسخرية من خصومه؟ الكاذب، المجنون، المجرم، المهرج، المنحط، وكلمات أخرى لا تعد ولا تحصى. هي ليست مرادفات تنتمي إلى حقل معجمي واحد، بل هي ألقاب يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كل من يخالفه الرأي. اعتاد ترامب إطلاق نعوت مسيئة وساخرة وتحمل نوعا من التنمر على خصومه في مناسبات مختلفة، ساخرة من خلالها من الوضع الصحي لخصومه السياسيين ومن شكلهم الخارجي أيضا. فهو لم يتوانى عن السخرية من وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، ووصفها أكثر من 100 مرة بالعوجاء. نانسي بيلوسي وصفها أكثر من 27 مرة بالمجنونة.
فيما وصف النائب إلهان عمر بالبذيئة اللسان، كما امتدت مخيلته الإبداعية إلى السناتورة الأمريكية إليزابيث وارن التي أطلق عليها لقب بوكاهانتس. صحيح أن أكثر الشخصيات التي تعرض لها الرئيس الأمريكي كانت شخصيات نسائية، إلا أن التنمر كان من نصيب كل شخص دعا إلى عزل ترامب بعد فضيحة أوكرانيا، ووصل إلى حد وصفه الديمقراطيين بالمتوحشين الذين لا جدوى منهم. قائمة الألقاب التي وزعها ترامب لم تقتصر على الأشخاص، حيث لقب صحيفة نيويورك تايمز في إحدى المرات بالفاشلة، وادعى أن صحيفة واشنطن بوست تلفق أخبارا وهمية. حتى فيروس كورونا وصفه ترامب بالصيني، فيما نعت رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون برجل الصواريخ. حروب الألقاب إذن هي حرب جديدة من حروب ترامب، حاول الأكاديميون في عدة مناسبات تحليلها. الأغلبية أرجعت السبب في ذلك إلى إصابته بمرض نفسي، شخصه أحد كتاب موقع سايكولوجي توداي بمتلازمة الأسماء التي لن تنتهي عند صاحب العيون الناعسة. وهيلاري اللعوب فهي بالنسبة إليه مثل الأسلحة، يسخرها لتهديد الجميع بالانتقام. محلل الميادين للشؤون السياسية قاسم عز الدين، صحيح أنها حرب أو أزمة استراتيجية، لكنها تنحدر إلى حرب ألقاب، ما الذي يجري؟ يعني بالولايات المتحدة هي للمرة الأولى يعني مرشحين للرئاسة أو في موقع الرئاسة وفي إدارة البيت الأبيض أو حتى في الكونغرس يستخدمون الألقاب. في بلدان أخرى يعني مثلا في فرنسا ماكرون يلقب بالإله جوبيتر، لكن للتحبب أو لمعنى سياسي ومغزى سياسي. تاتشر كانت تلقب المرأة الحديدية. هناك ألقاب، لكن أن تصل في الولايات المتحدة هذا شيء جديد. يعني عندما حاولت مرشحة الشاي التي أخذها جون ماكين وصف أوباما في 2008 استخدمت كلمة بذيئة، اضطر جون ماكين مرشح ضد أوباما أن يعتذر من أوباما وأن يقول لمرشحة الشاي أنه لا يقبل الإسفاف باستخدام الألقاب. فإذا هذا أمر جديد في الولايات المتحدة، على الأقل جديد في هذا الإسفاف الذي السؤال هل ترامب هو يعني من الطبقة، قيل أنه ليس من الطبقة السياسية وأنه من رجل الأعمال إلى آخره، لكن اتهامه مباشرة ووصفه بأنه الرئيس الأحمق هو يعبر عن مغزى سياسي وليس فقط ألقاب. هو يطلق الألقاب على غيره نانسي وغيرها، لكن ما تتهمه أو تصفه الصحافة الأمريكية أو الأكاديميين الأمريكيين بأنه أحمق يتهمونه بالمعنى السياسي أنه أحمق، أنه يعني لا يستطيع أن يتماسك، وهذا يدل على انحدار أمريكا وليس فقط انحدار الشخص. محمد فرج محلل ميادين أيضا للشؤون السياسية، نحن أمام كيان إذن يتغير قيميا وأخلاقيا أيضا بموجب طبعا الصراعات على أنواعها، ما الذي بقي حقيقة من الولايات المتحدة الأمريكية كقيمة أخلاقية ولكل ما تعنيه أيضا؟ يعني أتفق علا مع الزميل قاسم على أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصل إلى هذا الحد من الإسفاف في تبادل الألقاب قبل هذه المرة، ولكن منظومة العنف اللفظي والجسدي هي منظومة عضوية دائمة الوجود في تركيبة المشروع الأمريكي. هذا المشروع تأسس أساساً على أساس اعتداء أباد سكان الأصليين لهذه القارة، ولم يبقى اليوم منهم إلا 2.5%. فبالتالي التركيبة العنفية، منظومة العنف داخل المشروع الأمريكي هي منظومة أصيلة ومنظومة عضوية داخل هذا المشروع. في السينما الأمريكية في أغلب الأحيان تنتهي الأفلام أو تنتهي عقدة الفيلم باللكمات والمسدسات العمياء والقوة، الموسيقى صاخبة، الأدب صاخب، بمعنى أن القوة هي القيمة الأولى في سلم الأولويات في تركيبة المجتمع الأمريكي، في تركيبة المشروع الأمريكي. وهذا يحيلها بشكل من الأشكال
إلى مختلف أشكال العنف اللفظي والجسدي. هذه جزء من طبيعة تركيبة الولايات المتحدة الأمريكية. هي تحوز على أكبر نسب جريمة في العالم، 6 أضعاف نسبة الجريمة في أوروبا. هي أكثر دولة تدخلت خارج حدودها بعد الحرب العالمية الثانية 283 مرة. برأيي أن الأهم أن يدرس تركيبة منظومة العنف الجسدي واللفظي داخل إطارة هذا المشروع الأمريكي. هي تركيبة عضوية أساسية موجودة داخل هذا المشروع. كيف يمكن لدولة أن تلقي بهذا الكم من الأسلحة والقذائف والقنابل على فيتنام وتلقي بالعامل البرتقالي وتدمر أجيال وراثيا، تدمر أجيال بحقيقة الكلمة وراثيا على هذه الشاكلة؟ فبالتالي المسألة الأهم أن المنظومة الأخلاقية للمشروع الأمريكي انكشفت. يمكن أن يكون التعبير الأدق انكشاف المنظومة الأخلاقية للمشروع الأمريكي وليس انحدار هذا المشروع، وليس انحدار هذه القيمة الأخلاقية. برأيي أن القيمة الأخلاقية للمشروع الأمريكي مؤسسة بالدرجة الأولى على هذا العنف وهي لم تتغير، ولكن اليوم بعد مجمل الظروف التي ضعف فيها هذا المشروع وكأنه كائن حصر في الزاوية وبشكل أو بآخر يشعر بتهديد محدق لحياته، تهديد وخطر كبير جدا، فبالتالي يفصح في تلك اللحظات عن مكنون الأشياء عن حقيقتها. وبرأيي هذا هو جوهر المشروع الأمريكي بالأساس. إذن ليس فقط ترامب هو السبب، أليس كذلك نزار؟ بالتأكيد. تحياتي لك وللسادة المشاهدين. بالتأكيد ترامب ليس فريدا من نوعه. هو يشبهونه بجاكسون الرئيس الذي أتى في عام 1824 وكان يسمى ملك الرعاع. هذا أقرب تشبيه. وهناك تشبيه آخر بجورج بوش الذي اقتحم حروبا كثيرة. الزعماء الأمريكيون بأغلبية الساحقة كانوا متهورين وكانوا يفتقرون للحنكة والنضج السياسي. وهذا ليس غريبا لأن الولايات المتحدة هي دولة حديثة، هي قامت على سلسلة طويلة من الحروب الأهلية وغير الأهلية والاعتداءات الخارجية واحتلال الأراضي الجوار في خلال القرن 19 والقرن 20، وخاضت حروبا كثيرة. هي أول دولة في العالم استخدمت السلاح النووي، واستخدمه هاري ترومان الرئيس في أبان الحرب العالمية الثانية أو في أواخر الحرب العالمية الثانية عند بعد أقل من 20 يوم من معرفتي أن هناك قنبلة نووية تصنعها الولايات المتحدة. لم ينتظر وبدون أي اعتبارات أخلاقية، وكانت اليابان مستسلمة كما أجمع المؤرخون، قام بقصف هيروشيما ثم من بعدها ناجازاكي وقتل 160 ألفا من المواطنين في لحظة واحدة. لم يرتكب مثل هذه الجريمة في التاريخ أحد. ثم جاء الحرب الكورية وهي حرب منسية لكنها من أضخم الحروب التي خوضت وانعدمت فيها الأخلاق كليا. في تلك الحرب طلب الجنرال ماكارثر، دوغلاس ماكارثر، طلب من ترومان ضرب الصين بخمسين قنبلة نووية دفعة واحدة، وترومان الذي اختبر القنبلتين النوويتين اليابانيتين لم يتجرأ أن يفعل ذلك خشية أن يرد الاتحاد السوفيتي الذي كان يملك القنبلة الذرية. ولو لم يكن الاتحاد السوفيتي يستخدم أو لديه قنابل نووية لكان ترومان ربما أمر بضرب الصين بخمسين قنبلة نووية. وهناك روايات على أن القنابل النووية حملت فعلا على الطائرات وبعضها سقط في البحر في الطريق. هناك طبعا أمثلة عديدة. حتى جون كينيدي كان لديه رعونة وكاد يذهب بالعالم إلى حرب نووية في الأزمة الكوبية. أعود إليك قاسم عز الدين. دول تصل إلى هذا الحد من الانحلال الأخلاقي مع الداخل ومع الخارج، كيف هذا سينعكس على التعاطي مع الملفات في الداخل والخارج؟ يعني أعتقد لابد بالبداية من الإشارة أننا لسنا بصدد بحث النموذج الأمريكي، نحن بصدد يعني بحث مظاهر جديدة تطبقها الإدارة الأمريكية على لسان ترامب. هذا النموذج يعني في السابق كانت أمريكا رغم كل يعني ما تحدث عنه الزملاء والحديث يمكن أن يستفيد، إلا أن أمريكا كانت نموذج قابل للتسويق ولهذا غزت العالم
ولهذا استطاعت أن تدمر الاتحاد السوفيتي، ولهذا في منطقتنا لحد الآن لم تزل الذيول الأمريكية للثورات الملونة إلى آخره في الدعوات للحرية والتحرر وحرية الفرد إلى آخره. الداخل والخارج الآن وخاصة انعكاساته هذا الانكشاف على أوروبا وعلى بقية العالم هو شيء جديد، هناك يدل على تحول ويدل على متغيرات على الصعيد الخارجي وعلى الصعيد الداخلي. عندما تكشف الطبقة السياسية وخاصة رئيس الجمهورية يكشف عن الغطاء ويكشف أنه أرعن إلى هذه الدرجة في الأحداث الكبرى وفي الأحداث الصغرى، نعم. فهذا تحول كبير، تحول كبير في الداخل، ونحن نرى انعكاساته حتى في العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وصعود الصين، وحتى بالنسبة للصراع بين إيران والولايات المتحدة، هذا له انعكاسات أكثر من مسألة تاريخ النموذج الأمريكي. محمد فرج، أعود إليك. الارتباط اليوم بين التوترات الداخلية والخارجية، أنا بعتقد أنه ثمت إعادة إنتاج للنموذج البريطاني تاريخيا، ولكن هذه المرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. تعرضت بريطانيا عام 1895 ونعرف إلى هزة كبيرة أو إلى ثورات كبيرة، كانت تطالب بالخبز الخبز الخبز، وكانت السلطات البريطانية أنذاك رفعت شعارها العريض والواسع لجماهيرها في بريطانيا، قالت لهم عليكم أن تقبلوا بين خيارين، إما الإمبريالية وإما الحرب الأهلية، إما أن تسمحوا لنا أن نذهب لنغزو شعوبا أخرى، وهذا سيعاد عليكم بشكل من الأشكال من الرعاية الاجتماعية والمزيد من الرفاهية على المواطن البريطاني. هذا هو العقد الذي فرضته بريطانيا أو طلبته بريطانيا من جمهورها. أمريكا على مدار عشرات السنوات فرضت هذا العقد الاجتماعي السياسي على جمهورها وعلى شعوب العالم بأن تذهب أن تغزو باقي دول العالم لكي ترفع منسوب الرفاه الاجتماعي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك هي كانت تمارس شكل من أشكال النهب الجماعي أو النهب العالمي. اليوم هي في موقع مع صعود القوى العالمية الجديدة، مع صعود وعودة القوى العسكرية الروسية وصعود القوى الاقتصادية الصينية التي استحوذت على كل أشكال التجارة في العالم، هي توقفت أو تواجه صعوبات كبيرة في المنظومة التاريخية لها من النهب العالمي، وهذا يرتد داخليا على برامجها في الرعاية الاجتماعية. كان الجميع يقول أن الذهب موجود في الشوارع في الولايات المتحدة الأمريكية، الآن هذه الخرافة انتهت، وعجز الولايات المتحدة الأمريكية عن الاستمرار في نهب العالم مع صعود هذه القوى من إيران إلى روسيا إلى الصين إلى محور المقاومة في المنطقة، جعل مهمة الولايات المتحدة الأمريكية أصعب، فارتد داخليا على شكل تظاهرات اجتماعية. هذا بالنسبة من اتجاه الخارج إلى الداخل. أما من الداخل إلى الخارج، اليوم تتكشف عنصرية الولايات المتحدة الأمريكية، يتكشف وجهها العنصري. عام 1985 صعدت طائرة هليكوبتر وقصفت بناية لحركة الحركة جون أفريكا، حركة من السود، لم تكن حركة عنصرية، لم تكن حركة مسلحة، لم تكن حركة إرهابية، وقصفت عام 1985. وكانت رواية الإعلام الحر والبلاد الحرة ونظام الحرية والتعددية والاستقلالية وما إلى ذلك كانت شائعة، ولكنها لم تكن معروفة ولم تكن رائجة. اليوم هذا الوجه العنصري الإقصائي غير الحر بدأ يتكشف، ولكنه موجود منذ أن قصفت هذه العمارة 6221 في فيلادلفيا عام 1985. نعم، تحدثنا عن التعاطي بين الدول. نزار عبود، انعكاس هذه الأخلاقيات المتدنية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تكشفت مع ترامب، ربما غيره كان تحت الطاولة وفي العلن يقوم بما يقوم به وهو يضحك أو يبتسم، هذه الأخلاقيات المتدنية انعكاسها على العلاقة مع الأمم المتحدة التي تدير قضايا العالم وتناقشها. طبعا خير مثال على ذلك ما حصل عندما تولت نيكي هيلي أول مندوبة للولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب، دخلت إلى مبنى الأمم المتحدة من المدخل، أدت بتصريحات أمام حشد كبير من الصحفيين، قالت أتيت إلى هنا لأخذ أسماء، لأسجل أسماء من يقفون ضد الولايات المتحدة وضد إسرائيل، أتيت إلى هنا وسأتعامل بحذائي مع المنظمة. وهذا يشكل كان سفيها جدا، كان كلاما سفيها جدا وصادما،
لكنه لم يصدم طبعا الصحافة الأمريكية التي كانت تألف هذه اللهجة من ترامب وغيره الذي استخدم عبارة أسوأ بكثير من ذلك. فالرئيس ترامب، عفوا يبدو أن الصوت انقطع، هل تسمعون؟ لا 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 نسمعك نزار تفضل. الرئيس ترامب استخدم تعابير تجاه الدول الفقيرة التي تصدر المهاجرين، وصفها بأنها فتحت براز، وهذا أسوأ ما يمكن أن يوصف به أو يستخدم رئيس الكلمات من هذا النوع. بالتالي التعامل حصل، مثلا الولايات المتحدة تعيش جائحة كورونا بشكل أكبر من أي دولة أخرى في العالم. صحيح. وهذه الجائحة مع ذلك لم تحضر الولايات المتحدة مؤتمرا يتعلق كيفية التصدي لها على مستوى العالم. تجاهلت كليا المؤتمر الذي عقد لذلك لجمع تبرعات وحشد لمعالجة الأزمة التي تطالها بشكل أساسي. بالتالي عهد الرئيس ترامب بشكل خاص تجاهل كليا وتغطرس على المنظمات الدولية يتعامل معها بكل عنجهية، يرفض أي مشاركة تتعلق بمنظمة الصحة العالمية، وعدى على أنه قطع معاهدات كثيرة وألغى معاهدات وفيها الكثير من عدم اللياقة وعدم الأعراف الدبلوماسية عندما تلغي معاهدات وقعت دولتك عليه أو ترفض مشاريع قرارات وقرارات كانت الولايات المتحدة صوتت دعما لها. بالتالي هذا يعبر عن تخلي كامل عن كل الأعراف الدبلوماسية والسياسية الدولية. قاسم عز الدين أعود إليك، يعني لماذا نحن نتوقف اليوم عند هذه النقطة، انحلال الأخلاقيات في التعاطي الأمريكي؟ منذ متى تطلب الأخلاقيات في السياسة؟ ما يعني قصة الأخلاقيات هي منذ زمن، اليوم ربما تكشفت وأخذت وجه جديد بالتعبير مع ترامب. لماذا يعتبر البعض أفول الإمبراطورية الأمريكية؟ يعني هو بنهاية المطاف الأخلاقيات وظيفتها هي لتغطية ماء الوجه، لحفظ ماء الوجه، وهذا تحرص عليه يعني كل الزعامات أو القيادات أو المؤسسات وكل الأطراف، يعني تحرص عليه لحفظ ماء الوجه بغض النظر. بنهاية المطاف السياسة ليست عمل أخلاقي، لكن عندما تتكشف الأخلاقيات بهذا الإسفاف فله دلالة سياسية، وهذا ما نحاول يعني أن نتطرق إليه في هذه التحليلية لكي نشير إلى المتغيرات، التحولات التي تنعكس سواء في خارج الولايات المتحدة أو في داخل الولايات المتحدة، وأنا أعتقد أن هناك تحول كبير غير مسبوق. ما هي هذه الدلالات السياسية؟ دلالات، أولا ما يسمى الهيبة الأمريكية في العالم هي في أدنى مواقعها الآن، وأمام يعني قوى، لا أتحدث عن الصين، أتحدث عن قوى متوسطة، أو أتحدث عن دول فقيرة كفنزويلا مثلا، أن هذه الهيبة ترامب وكل الإدارة وبعز انهيار يعني أمريكا اللاتينية، لم يستطع ترامب وبومبيو أن يسقطوا مادورو. إيران أكثر من ذلك، يعني التهديد وصل وهو مستمر ومنذ زمن طويل، مع ذلك لا يستطيع لا ترامب ولا بومبيو أن يهدد إيران فعليا. ردت عين الأسد لم يعني قصف القاعدة الأمريكية غير مسبوق منذ هيرل باريل بالتاريخ، الذي يعني قاعدة أمريكية تتعرض للقصف وتعرض للضرب، هذا في الخارج. أما في الداخل، لأول مرة كل عمر الولايات المتحدة هناك حركات احتجاجية، هناك حركات مدنية، هناك تحركات، هناك إلى آخره. لأول مرة يظهر في شوارع الولايات المتحدة منظمة عسكرية تسير بالسلاح وتهدد، وهي تهدد النظام ليس فقط الإدارة الجمهوريين والديمقراطيين. هذا جديد في التاريخ وجديد في تاريخ الولايات المتحدة، وهو يدل على ليس فقط انحلال أخلاقي، بداية انحلال الإمبراطورية الأمريكية من داخلها ومن خارجها. طيب أعود إليك نزار عبود، إذن هو جديد، هل هو أيضا يعكس الواقع، يعني أم هو فقط صورة الإدارة الأمريكية والسياسات الأمريكية؟ يقال كما تكون يولى عليكم، هل هذا انعكاس لحقيقة اليوم ما يجري في التعاطي الأمريكي؟ أتحدث عن كل الولايات المتحدة الأمريكية.
لا شك أن الرئيس ترامب أتى بأغلبية أصوات اقتراعية، لكنها ليست الأغلبية المطلقة للشعب الأمريكي. الشعب الأمريكي شعب متجدد يستورد الكثير من المهاجرين، لكن هناك فئة من الشعب الأمريكي كبيرة ووازنة استطاعت أن تجلب ترامب إلى الحكم، وبالتالي هو عبر عن طموحاتها. طموحات الفئة هذه ترمي إلى الحفاظ محافظة على الغطرسة الأمريكية، على التميز الأمريكي، على العنصرية إلى حد كبير، عنصرية بيضاء، وبالتالي وطبعا ودولة إمبريالية، دولة استعمارية تريد الهيمنة على العالم. بالتالي صوة ترامب للمحافظة لإعادة مجد أمريكا، وكما لو أن أمريكا كان لها مجدا في التاريخ غير الحروب. هنا المفارقة، هو أتى بشعار إعادة المجد إلى الولايات المتحدة. المجد الولايات المتحدة هو في أوجه، في عهد أوباما كانت الولايات المتحدة وصلت إلى أوج المجد، وليس بعد أن سيطرت ودمرت وخاضت حروبا كبيرة وأشعلت مناطق كثيرة، لكن هو يريد استعادة أي مجد. هو ربما يريد كما قال الزميل فرج، هو يريد استعادة مجد إمبراطوري بريطاني، وهذا وهناك شراكة واسعة في هذا المجال بين الجهتين. لذلك لم يكن بريكزيت مصادفة، وأتى في زمن ترامب أو قبيل زمن ترامب ليعبر عن طموحات استعمارية كبيرة مكشوفة لم تعد تغلف بأي أوراق ملونة ذهبية. نزار عبود، محمد فرج، قاسم عز الدين، شكرا جزيلا لكم، ويبقى دائما الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.